هاي أنا عايزة ألعب. كاش ولا كريدت؟ كريدت. أوكي. اتفضلي، دي طريقة دفع ذكية. واو، هي دي تكنولوجيا المستقبل. يلا ادخلي. هنطبع صورة لشريحة مايكرو على ورق سكر، هنقصها ونوصل الجزئين بالمية. هلون الجوانب بماركر أكل. شريحة المايكرو دي كمان بتتاكل. يامي. مش ممكن أمشي من غير السماعات، خصوصاً لما السماعات دي تكون مميزة. هنلزق لزق دبل فيس في قوس السماعة ونلزق فيه شوية حبوب سكيتلز. فهمت، أهلاً. اللعبة دي مثيرة جداً. الجو بقى حر هنا. إيه ده؟ أنا نسيت موضوع الكاندي خالص. ودابت. دلوقتي شعري بقى زي قوس قزح. مفيش مشكلة، هو حلو على أي حال. شكراً وباي باي. هاي، إحنا عايزين نلعب. اتفضلوا ادخلوا. أخيراً. بالمناسبة، الحلق ده مميز جداً، معمولين من الكاندي. هنغطي صورة الشخصيات أمونج أس بورق زبدة ونلونهم بجليز شوكولاتة. هنثبت دبوس بفتحة. هنغطي كل حاجة بعد ما تنشف بلون أساس ونضيف خطافين. مش ممكن، أنا أكلت زميلي في الفريق من أمونج أس. الوقت خلص. إيه ده؟ كاندي! إيه الفوضى دي؟ اجتماع طارئ! الحارس هو المحتال، أنا بصوت للحارس. صح، الحارس. أنا كمان بديله صوتي. استنوا، إزاي ده؟ أهلاً، إحنا معانا السيديهات بتاعتنا. خدوا دراعات التحكم. اختاري لعبة. جهزي دراع التحكم بتاعك وأنا هرجع تاني. هنحدد سي دي ونغطيه بورق زبدة. هنفرد عليه جليز شوكولاتة بشكل متساوي ونلزق صورة بتتاكل بلوجو لعبة والشوكولاتة لسه طرية. هنساوي الأطراف بعود أسنان بعد ما تنشف ونغطيها بسبراي أكل فضي من على الظهر. ونضيف الديسك الحلو في علبة متزينة. أنا هو. أنت حطيتي الديسك ده فعلاً؟ مخبأ الكاندي بتاعي. المفروض هنلعب إزاي دلوقتي؟ ممكن ألعب؟ أكيد. اتفضلي ادخلي. أنا تقريباً كنت هوقعها. خيط؟ يا ترى بيوصل لفين؟ ده سكارف من الكاندي. أنا عمري ما شفت حاجة زي دي قبل كده. ده تصرف وقح. أنا هاخده منك. هاي، إحنا مستعجلين. أمونج أس مستنيانا. يلا بينا. واو، في حاجة في الفتحة دي. أنت دخلت هنا إزاي؟ إحنا معجبينك. بصي، ده جاب لنا حلويات. في قطع كاندي كتيرة. شكراً ليك يا صاحبي، كنت عارف إن أنت مش المحتال. أهلاً، ممكن أدخل؟ استنى، مفيش كاندي في نادي اللعب. أنا نسيتها فعلاً. دراع تحكم؟ أنا معايا الكيبورد بتاعي. دي نفعت. أنا هربت الكيبورد في محل كاندي كامل فيه.
ليه في شوز هنا؟ مش مهم لما تكون مليانة بالكندي. هاي، احنا هنلعب شوية صغيرين. اتفضلوا. الجو حر، اقلع البدلة بتاعتك. فيو، أنا تعبان. إيه ده؟ فتافيت؟ من فين؟ كانت موجودة تحت قناع رون. راجل عيش الجنزبيل. انتوا عملتوا فوضى. أسفين، ما كناش نقصد. اتفضل، جرب زرار عيش الجنزبيل. طعمه لذيذ. هنضيف لون طعم لعجينة سابقة التجهيز. هنشكل كوكيز مدورة. هنخبزهم من 10 لـ15 دقيقة عند درجة حرارة 175 مئوية. هنضيف شوكولاتة دايبة للكوكيز لما يبردوا ونثبت دبابيس بادج. هو حقيقي حلو. طيب، ممكن تفضلوا. اتفضل مصاريف الدخول، أنا عايز ألعب. خد جهاز الـ VR، أنا معايا جهازي. هنقطع كيكة أسفنجية المستطيلات. هنغطيهم بالآيسينج. هنقطع الزوايا ونفرد فوندان أبيض ونلف بيه كل جوانب الكيكة. هنضيف ورق السكر مطبوعة. هنعمل قاعدة جهاز الـ VR من الورق والستايروفوم. هنلونه بالأسود ونضيف قطعة ورق فوم ونعمل رأس حزام لجهاز الـ VR من شريط مطاط عريض ونقص قطعة من طبق ورق ونلزقها في القاعدة ونضيف أعواد خشب. هنثبت الكيكة. واو، الدنيا حلوة جدا تحت المية. أنا عندي شوية ألعاب تانيين. إيه الريحة الحلوة دي؟ هي دي كيكة حقيقية؟ سمكة قرش! شكرا، دي كانت لذيذة فعلا. جهازي باظ. كنت عارف إنها كيكة، أنا هصادرها. وإنت ممكن تمشي، دي كلها بتاعتي. مفيش كندي في نادي اللعب، أنا هاخد ده منكم. ومعايا حاجة أستمتع بيها. أحيانا حتى حارس نادي اللعب بينام له شوية. إيه ده؟ بوابة دكتور سترينج؟ وإيدين بتاخد الكندي منه؟ آه، إيه الحلم الوحش ده؟ ولا ده مش حلم؟ أقف، أوعى تلمس الكندي. يلا أدخل. مساء الخير، أنا عايزة ألعب. لحظة واحدة، في إيه على خدك؟ كندي. كنت عارف إن إحنا هنتخلص من ده. واهو، أنا مش هسيب أي حاجة. دلوقتي ممكن تدخلي. أنا قدرت إن أنا أمرر ودن البان. هندوب لبان ونشكل ودن ألف. ودن الألف هي ألذ حاجة. مساء الخير، أنت حامل. شكرا، دي حاجة لطيفة، بس أنا مش متأكد. عندك مانع؟ الألترا ساوند هتبين كل حاجة. إيه؟ مفيش جوه غير كندي؟ طبعا دي كندي. ممكن يكون إيه تاني؟ جوزي هو راجل عايش الجنزبيل. إحنا ثنائي مثالي، صح؟ أيوة، يبقى ممكن تدخلي. مساء الخير، الخدمات الفنية. أكيد، اتفضل. ده مكان هايل للاستمتاع بالكابل الحلو ده. هناخد المركز من قطع لبان كندي مختلفة. هنقص الجزء الخارجي لشرايط رفيعة ونلفهم. هنضيف يوم كندي بيضة ونثبت فيشة توصيل في الناحية التانية. هي ليه أخدت وقت طويل كده منك؟ هو أنت بتعد في الكابل؟
الكابل ده مش متوصل، اطلع برا من هنا يا محتال انت. هاها محاولة حلوة يا صاحبي. عجبكم الفيديو بتاعنا؟ قولنا في التعليقات لو تعرفوا أي طرق تانية لتمرير الأكل جوه نادي اللعب، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديوهات جديدة مضحكة من تروم تروم.